ايه هي الصحة الإيجابية؟ دي يعني نقطة مهمة. المفهوم ده انا عايزين نفهمه. الصحة الإيجابية ولا احنا ما عندناش برضو نقطة، بحاول أزرع، أنا بحاول دايما أعمل نوع توعية للناس حتى اللي بيقول لي في العيادة أو بيقول لي في المركز، بنقطة التوعية، في نقطة يا جماعة مش شرط نتعب عشان نروح للدكتور. اي حته في العالم في حاجه اسمها ريجولار تشيك اب، اللي هو اللي هي ان هو ان احنا نعمل متابعه دوريه نشوف جسمنا اخباره ايه، هرمونات اخبارها ايه. الصحه الانجابيه اتاثرت بشكل او باخر، نقطه واحد عدم وجود متابعه دوريه، اتنين الجو العام. يعني ايه الجو العام؟ التلوث، الاكل الجانك فود، الاكل من بره، اكل المواد الحافظه، كله بيؤثر على الجينات وبيؤثر على جوده الحيوانات المنويه عند الراجل وبيؤثر على البويضات عند السيده. النهارده بيجي لي النهارده في العياده مثلا بنت عندها 23 سنه او 24 سنه وتلاقي مخزون الميبل بتاعها اولموست زيرو. طب ايه اللي خلى القصه دي كده؟ في نظريتين، نظريه وراثيه، ودي اي حاجه ما نعرفش ايه سببها نقول نظريه وراثيه، والنظريه الثانيه هي موجوده يعني مش معروف السبب لغايه مش معروف السبب. والنظريه الثانيه وهي جايه بقوه شديده ومنظمه الصحه العالميه كده على الموضوع دوت، موضوع الاكل، التلوث، الاكل والتلوث، تلوث الجو العام. يعني هل مثلا طبيعه الاكل، طبيعة الأكل يعني لا يعني مثلا هل زي مثلا بيقولوا انه مثلا انواع من الفاكهه او انواع من الخضار خالص بيبقى فيها مبيدات معينه؟ مش ده انا بتكلم على المواد الحافظه. المواد الحافظه يعني مثلا هنقول مثلا زي اللانشون يعني مش عايز اقول المنتجات ده بالظبط كده، الحاجات اللي هي بتبقى زي الاندومي، الحاجات المتعبئه في البلاستيكات، الحاجات اللي فيها مواد حافظه، الاكل الذي لا يفيد زي ما بنتكلم كده، ليه شيبسيات والحاجات اللي بس يعني مش عايز اذكر حاجات بعينها معينه، حاجات اي حاجه فيها مواد حافظه نحاول نتجنبها على قد ما نقدر. غير بقى طبعا التدخين اللي زاد سواء كان للراجل او السيده، دي من الحاجات اللي بتؤثر بالسلب فعلا. يعني اقول لحضرتك على حاجه، اول ما دخلت الكليه كانت الـ WHO مثلا منظمه الصحه العالميه كانت بتقول لك مثلا الحيوانات المنويه تشوهات معانا لغايه 80%. النهارده الـ WHO وصلت معانا تشوهات حيوانات منويه لغايه يعتبر نورمال لغايه 97%. النسبه بتزيد جدا. طيب بتزيد بسبب ايه؟ ان هم مضطرين يقللوا من البارامترز او المعطيات بسبب التلوث العام. التلوث العام زي ما بقول لحضرتك اما في الجو اللي هو التلوث واللي عايش في المدينه واللي عايش في عوادم السيارات ولا الى اخره. ورقم اثنين هي التغذيه. جانك كلنا اكلنا كله فاست فود. اغلب الجيل كله اللي طالع صغير فاست فود. ما حدش بياكل اكل بقى الصحي بتاع بقى اللي هو ياكل البيض وياكل الجبنه وياكل الحاجات اللي ماما بتعملها له، هو عايز يروح ياكل في الحته الفلانيه مع اصحابه عشان الزيت اللي ما بيتغيرش يعني كل ده بيبقى عوامل بتؤثر في الجسم على المدى الطويل. بقينا نشوف حالات كتير جدا فيها مخزون قليل بسبب موضوع دوت، وفي ناس صغيره او راجل بيطلع سائل منوي من غير حيوانات منويه او حيوانات منويه قليله.